تبادل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك مع أخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة والصديقة وأولياء العهود ورؤساء الحكومات. وقد أعرب سموه فيها عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على هذه الدول وشعوبها بوافر الخير واليمن والبركات.